على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وصل وزير المالية والحسابات العامة طاهر حامد انجلين إلى مدينة مانغو حاضرة ولاية غيرا برفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة المحروقات واستقلالية الطاقة الدكتورة رحمة محمد أوتوان وبعض الوزراء من أبناء المنطقة. وتضمن جدول أعمال البعثة تدشين محطة لتوليد الكهرباء التي تعمل عبر الطاقة الشمسية تمد من الآن فصاعدا المدينة بالطاقة الكهربائية، ويدخل هذا المشروع ضمن المشاريع التي وضعتها حكومة الفترة الانتقالية. حفل تدشين هذه المحطة الذي شارك فيه سكان الولاية في مقدمتهم الحاكم آدم فورتي أمدو استهل بكلمة الترحيب التي قدمها عمدة مدينة مانغو، أعقبه حاكم ولاية غيرا آدم فورتي أمدو بخطاب ثمن فيه جهود السلطات العليا، وقال إن افتتاح هذه المحطة الكهربائية التي تعتبر الأولى من نوعها في تشاد تعمل على تشغيل 3000 سكن. المدير العام لشركة زيز زكريا إبراهيم زكريا قال إن مؤسسته أبرمت عدة اتفاقيات في مجال الطاقة مع الوزارة المعنية، مؤكدا إن هذه المحطة تعمل على مسافة طولها 30 كيلومتر في مدينة مانغو، ولا شك أنها تسهم في خلق فرص عمل للشباب في شتى المجالات. الوزيرة المنتدبة لدى وزارة المحروقات المكلفة باستقلالية الطاقة الدكتورة رحمة محمد أوتوان أشارت إلى النية الصادقة للرئيس الانتقالي الذي وضع خارطة الطريق لرفع التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الانتقالية. من اليوم الحمد لله يعني مانغو عند طاقة أعتقد نقول 24 في 24 يعني فرصة دي لسان جمعنا كل مالي قطع قاعدين نخدمه فوقها، لكن أنجمينه كل مشروع مهم مثل ده أنجمينه كل لسما لقطة دون سكان هنا مونغو نقولوا يعني أشكروا لحكومة هنا تشاد، وكلنا نشكروا لحكومة هنا تشاد لأن خلت الفرصة ده مونغو تستفيد من المشروع ده. لكن في شيء مهم ندور نقول الريزو كما أوضحت أن الرئيس الانتقالي يسعى من أجل توفير الكهرباء التي تعمل عبر الطاقة الشمسية في مختلف الولايات التشادية لتحسين الحياة الاجتماعية للسكان. وزير الأمن العام والهجرة الجنرال إدريس دوكوني الدكر باسم سكان ولاية غيرا شكر الرئيس الانتقالي على هذه الجهود، وطلب من سكان الولاية الحفاظ على هذه الطاقة التي عملت على توفيرها الحكومة الانتقالية. ممثل الرئيس الانتقالي وزير المالية والحسابات العامة أشار إلى أن هناك العديد من المشاريع سيتم تحقيقها في الولاية كتوفير المياه الصالحة للشرب وتعبيد الطريق الذي يربط بين مدينة مانغو وأبو ديا ومشاريع تنموية أخرى تخص جميع الولايات، ويدخل كل ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى إكمال جميع المشاريع التنموية. مانغو بقى أول مدن في تشاد عندها إلكتريسيتي سولير 24/24، ولا بكتو ولا كلام ولا مشاكل. شيء زي ده في تشاد كما حصل. توت لاني وطول الشهر إلكتريسيتي هنا كان. وبكفو الثمن اللي بكفو في جمعنا. جمعنا كل سوليشن وهذا قبل. الشيف ديال الاتاه ورا جمعنا كنا نقولوا هالو من مونغو ده اليوم ده قال انا كمل خلاص انا الكتريسيتي مشاكل انا المي المارشي سيني بكمل ودرو البن في امتمان كله قاب بكم بابا ده سنه جايه بروجي دول وشانتي اللي هنا قاعدين في مونغو اول سوينا بوز دي بريمير بيير ولا جاي كونتينيو ده كله كانوا كملوا له ان شاء الله سان غير ده كله فرحانين بلين في فوتو انا نعرف مونغو شغل ده بيقول لنا حدو زياده مرات ايام بلا النار بلا المياه الحياة ما في، واليوم دان سانجيرا كله فرحانين نقول الله يساعد والله يدي الرجوع آخرين كده زي ده علينا مبسوطين كلنا شغل لقى اللي يعني الله يساعد اللي ماما إدريس ده بإنه تم وقت أنا أول قال لنا في قرارة إن شاء الله تم والباقي ده كله خليه يتم علينا أنا تزور قاعدين ورايا، لكن انا مبسوطين سي امان الانتانا تو انا بتي ونابسو ما انا الاخر بقدر بابس لين. نشكر الرئيس ونشكر الحكام اللي سووا جهودهم الكهرباء دبقت
وقال لهم كرر مش الناس قالوا في ديسكور انا الاوتوريتي دول شغل حياه والحياه ده بلايا في الناس ما يقدروا ونطلبوا مني نطلبوا السلك دي من اخر كلها اللي بوافوا فوقنا واللي سعينا.